يلتحق بنا البروفيسور حكيم جاب الله. مساء الخير بروفيسور، أهلا بك. مساء الخير وشكرا جزيلا على الدعوة. إذن بروفيسور، بعد حوالي 3 أسابيع من اكتشاف المتحور الجديد أوميكرون بجنوب إفريقيا، الأوميكرون يصل إلى الجزائر، وهو ما أكده معهد باستور قبل لحظات. هذه الحالة المؤكدة تتعلق بشخص من جنسية أجنبية حل بالجزائر. هل تعتقد أن فيروس أو المتغير الجديد أوميكرون هو الذي سيسيطر على الموجة الجديدة سواء في الجزائر وكل دول العالم، خاصة مع تسجيل حالات إصابة كبيرة في دول العالم؟ نعم، يعني مش حاجة سي با اون سيربريز، يعني مش حاجة اللي من المستحيل باش أوميكرون يوصل الجزائر، لأن أوميكرون في مصر في تونس، يعني الناس ما زالوا يتحركوا بزاف راح يوصل. الآن للموجات القادمة واش راح يكون فيها، عندنا تقريب دروك شهر من الكلام كثير على أوميكرون، وكي عاد الكلام عليه كثير الناس راهم يفتشوا عليه كثير، وكي يفتشوا عليه راح يسيبوه كثير، وراهم يعملوا في دي سبيكولاسيون ان اوميكرون هذا ينتشر بسرعه كبيره. للاسف الادله اللي شفناها الامس من افريقيا الجنوبيه تقول باللي اوميكرون بدا يحبس شويه وبالك راح يهبط في الايام القادمه. وين جهه رانا نشوفوا العكس، رانا نشوفوا العكس في زوج بلدان، رانا نشوفوا عكس في الدنمارك ورانا نشوفوا عكس في بريطانيا. في بريطانيا هي يعني ولات كشغل حاجه مهمه جدا، لان بريطانيا عملت كثير من اللقاحات. يعني بريطانيا كان عندها الاعداد تاع دلتا كان كاثره عبر الشهور اللي مضات، والان مع اوميكرون خش عندهم ليكيليبر هذاك اللي كان مع دلتا كان يكون فيه كشغل انجهاز مع اوميكرون ومع دلتا. وانا في ظني ما عندناش ادله كثيره باش نقولوا بلي اوميكرون راح يولي هو اللي راح يسيطر عبر العالم. الان في الوقت الحالي رانا نشوفوا دلتا مازالت مسيطره. وعلاش هذا مهم؟ هذا مهم لان كل الناس اللي رانا نشوفهم في المستشفى راهم مصابين بدلتا. بروفيسور، قبل أيام كنت ضيفي في برنامج تساؤلات، كنا نتحدث عن هذا المتحور الجديد، لكن لم تبدي تخوف كبير حول هذا الفيروس. هل تعتقد أنه ربما أقل شراسة من المتحورات السابقة خاصة دلتا؟ توقعاتك ربما لما سيفعله هذا المتحور الجديد، ما دام أنه يعني لحد الآن المعلومات شحيحة حول المتحور الجديد، لكن هل ما زلت تؤكد أنه يعني محاش يخلق ربما صعوبات للأنظمة الصحية في العالم؟ سؤال جدا. يعني المشكل الأساسي نتاع أوميكرون هو تكون عند الناس اللي عندهم أمراض جسمية والوباء نتاعهم نتاع الجسم نتاعهم ما يشتغلش بكفائية كبيرة. تسمى هذا الأوميكرون تدرب عند الناس اللي ما عندهمش وقاية خلاص في الجسم نتاعهم. الآن راهو ينتشر عبر العالم، ويعني لو بورسونتاج الناس اللي عندهم هذه المشاكل الناس ما زالت قليله، بصح معظم الناس عبر العالم الوقايه نتاعهم ما زالت تشتغل، لو سيستيم ديمينيتير تاعهم ما زال يشتغل. انا مانيش خايف من اوميكرون لحاجه وحيده، لان دركا ما شفناش اعداد كثيره في المستشفى نتاع الناس مصابين باوميكرون. انني فاهم باللي امس الوزير الاول البريطاني بوريس جونسون صرح على اول ضحيه تاع اوميكرون، وللاسف ما عطاوناش ادله. السيد هذا اللي توفى على جال اوميكرون، ولا السيد هذا اللي توفى عنده
مشاكل وحده اخرى صحيه. للاسف ما كانش عندنا هذيك الادله. الان كما راني نشوف عبر العالم، ماناش نشوفوا ناس كثير باوميكرون خشوا المستشفيات، ما زلنا نشوفوا ناس كثير بدالتا يخشوا في المستشفيات. انا في ظني اوميكرون هذا راح ينقص، وراح يبدا ينقص في الشهور القادمه. ما ظنيتش اوميكرون راح يولي يعني عبر كل العالم، لان كاينين زوج حوايج في اوميكرون اللي راهم يعملوا ضده. الحاجه الاولى، نعم بالك راح ينتشر بسرعه كبيره. الحاجه الثانيه، ما عندوش ليفيكاسيتي داتاشمون، ما عندوش تسمى، مش راه يلصق كثير في السلالات نتاع الانسان وراح يمرضوا. اللي رانا شفناهم كثير عندهم اللقاح ولا ما عندهمش اللقاح في افريقيا الجنوبيه اللي حكمهم اوميكرون اي كونفيرمي باللي حكمهم، ما شفناهمش ديفلوباو المرض تاع كوفيد 19. شفناهم ديفلوباو زدره اون غريب، وهذيك لا غريب ما فيهاش يعني امور صحيه كثيره كي سون ديفيرونت، اللي مش نفس الامور نفس المعارضات اللي شفناها عند الناس اللي حكمتهم لا غريب. شكرا جزيلا لك البروفيسور حكيم جابلا، الخبير في علم الفيروسات، حدثنا عبر تقنية سكايب من نيويورك. شكرا جزيلا لك.